الإشي الرئيسي اللي أنا حابب كنت أركز عليه بالمحاضرة اللي هو الـ patient selection، يعني بدي نستفيد من هالمحاضرة ما نحكي بس شغلات عامة، بدي actually نعرف مين المرضى اللي ممكن يستفيدوا من الإكمو، ونبلش من هلأ نفكر إذا في حدا actually نظريا ممكن تتطبق عن طريق اللجنة أو عن طريق إشي تاني. فالإشي الرئيسي نبلش نفكر مين هم المرضى اللي ممكن يستفيدوا على الإكمو. هلأ أحد الكرايتيريا إنه لازم تكون بالذات إذا عم نحكي عن ARDS لازم يكون تعالجوا حسب الستاندرد البروتوكول الصح للـ ARDS عشان to be qualified للإكمو. يعني بصيرش أنت مريض عندك ARDS ما تعالجه صح حسب الـ guidelines بعدين تحط له إكمو. فعشان هيك رح نحكي شوي على الـ ARDS management، بس بما إنه موضوع جديد كان لازم نعطي introduction. دكتور أمجد عادة بيعطينا introduction بهذا الموضوع، بس رح إنه فترة قصيرة هالمرة رح أحكي بشكل سريع بس عن الإكمو. أول رسالة يعني بحب أحكيها عن موضوع الإكمو، إنه نعرف إنه الإكمو هو مش destination، هو مش علاج نهائي، هو bridge في حالات معينة بيساعدك إنك تنتقل من مرحلة لمرحلة، بس يعني هذا البريدج لازم يكون الطريق معبد قبل والطريق معبد بعد عشان هذا البريدج actually يقدر يفيدك. فإذا بنحكي أول إشي عن الكارديوبولمونري سيركوليشن، تعرفوا in all multicellular organisms في there's a respiratory system and a circulatory system and they communicate by diffusion. فبالنسبة إلنا كبني أدمين الكارديوبولمونري سيركوليشن زي ما شايفينها هلا، هاي إذا منبسطها منشوف إنه عبارة عن القلب اللي هي البومب طبعاً والسيركوليشن والباسكولار سيستم واللونجز اللي هي فعلياً الأكسجينيتر تبعنا، هي takes the oxygen and removes the carbon dioxide. فهذا النورمال سيركوليشن. فلما نحكي إكسترا كوربوريال هو عبارة عن نفس هذه الوظيفة الكارديوبولمونري سيركوليشن بس خارج الجسم. corpus means باللاتين body، فاكسترا كوربوريال يعني خارج الجسم، فأنت عم بتأدي وظيفة القلب والرئة خارج الجسم. هذا منحطه بشكل عام بنسميه اكسترا كوربوريال لايف سبورت ECLS، وهذا بتكون من ECMO وبرضه بتكون من ventricular assist device. نحكي عنه شوي كمان. فبالنسبة للترمينولوجي زي ما حكينا الـ ACLS Extracorporeal Life Support اللي بيشمل الـ ECMO، في أجهزة تانية في إشي مثلا اسمه الـ ECOR اللي هو Extracorporeal CO2 Removal، هذا جهاز بيكون أبسط من الـ ECMO بس بقيمة الـ CO2 مش Oxygenation و CO2 زي الـ ECMO. وفي الـ Ventricular Assist Devices زي الـ LVAD، هدول يعني هذا عبارة عن basically زي قلب اصطناعي زمان كان محطوط عشان يكون Bridge for Transplantation، but it was so successful that patients can live for years on it. فصار destination يعني في ناس بس بتحط له على أمريكا كتير أصلاً. معظم الريسيرش بتكساس كان بهيوستن، الهارت ميت معظمهم هدول كانوا ومن 20-25 سنة بيشتغلوا، كنا نبعث مرضى بيرجعوا عادي معه ألفات قلب اصطناعي بيعيش فيه. فالإكمو بيساعد كبريدج لهدول الحالات كمان. طبعاً إذا نحكي عن الهيستوري اف ECMO، هيستوري طويل ببلش بالخمسينات من وقت ما كان في الهارت لونج ماشين لما كان محتاجين لكاردياك باي باس سيرجري، والخطوه الرئيسيه كانت هي الممبرين اوكسجينيشن، انك تقدر باللابس بلشت طبعا انك تقدر تعمل اوكسجينيشن بممبرين خارج الجسم يعني نفس الوظيفه الرئه. فهذا كان يعني اختراع كبير اللي ساهم انه الإكمو تتطور. وطبعا بلشت عندنا اول حالات بال71 اول حاله نيونيتال، بعدين بلش بالسبعينات يصير ستاديز، وبال1989 تاسست الالسو اللي هي هذه اهم جهه عالميه هي بتحط كل الجايد لاينز والريجستري للاكمو اكسترا كوربوريال لايف سبورت اورجانيزيشن بميشيغان بنحكي عنها، وعده دراسات برضه هلا بنحكي عنها. بس بدي حبيت افرجيكم انه هون كمان يعني تعرف تطور الكريتيكال كير من بالخمسينات الاربعينات ما كان في شيء اسمه اي سي يو اصلا، الكونسبت انه بدنا نعمل مكان ديديكيتد يصير اسمه اي سي يو يعني بلش بالستين وبلش يتطور. السوسايتي اوف كريتيكال كير ميديسن هاي اللي انا بنتمي لها والبورد سيرتيفايد اللي هم زي بورد سيرتيفايد الكريتيكال كير تاسست بالسبعينات، بعدين يوروبيان سوسايتي اوف انتنسيف كير ميديسن،
فالاكمو تطورت مع تطور الكريتيكال كير بشكل عام. زي ما شفنا هون بال 71 اول سكسسفول كيس، بيدياتريك كيس بال 72 ونيونيتال. بعدين طلعت دراسه هذه خربشت الدنيا، المضبوط 1979 was a very poorly done study بكرايتيريا مش منيحه، الاجهزه مش منيحه، the whole study was not well done. السرفايفل كان 10%. طبعا كانت the first randomized control trial ل ECMO patient in adult، ول 20 30 سنه ما تعافت الاكمو بالادلتس. هلا بالبيدياتريكس ضل في عندنا جود ستاديز، وكان ضلت لفترات بالنيونيتال، بس بالادلتس اخذت بوز تقريبا 30 سنه لحد ما طلعت دراسه سيزر ترايل بال 2009، وبعديها طلعت كمان الايوليا ترايل. هدول اللي غيروا التراجكتوري تبعت الاكمو، وبل فجر انه فعلا في تحسن كبير وبلشت تو بي ادابتد. هذه اول حاله انعملت لمريض اكمو بسانتا باربرا، كان مريض اي ار دي اس. اذا بتشوفوا هذا الشيء اللي هون موجود زي السفينه الفضائيه، هذا الاكسجينيتر. هلا بتشوفوا قديش صار شو اسمه، فبتشوفوا قديش كانت الكومبليكيتد سيركت. طبعا هذه اول حاله نيونيتال، مريضه اسمها اسبرانزا عمرها يوم، وهي نفسها بعد 21 سنه. هذه المريضه كان عندها ميكونيوم ايليس، كانت بريسبيراتوري فيلير، شي واز بيسيكلي داينج، والتيم حكوا خلينا نحاول اي شيء نجرب هذا الاكمو وكذا، حولوها كذا وزبطت وعاشت. وفي كثير كيسز، في كيس اكشلي صارت ميديكال ستودنت وكذا، ف it really makes it makes a difference. هذا اول ميتنج للتشابتر بيونيفرسيتي اوف ميشيغان ان اربر، اللي هي الالسو اورجنايزيشن. طبعا دكتور هاني، دكتور امجد بيعرف عن هذا، يعتبر فادر اوف اكمو، اللي هو جون بارتلت، هو بيونيفرسيتي اوف ميشيغان. سوري. ف هذه الاورجنايزيشن كثير مهمه. طبعا السيركت كل التكنولوجيا زي اي شيء، زمان كان الكمبيوتر ياخذ غرفه، كل شيء صغر وصغر وصغر، فتحسن كثير من السيركت اللي كان ايام زمان شكلها هيك، تحولت لشيء ماتش سمبلر، ماتش يوزر فريندلي، بالذات البورتابل وانز. هذه تعتبر من احدث البورتابل وانز اللي هم ماكي كارديو هيلب. بتشوفوا شيء صغير، هدول صور اكشلي انا اخذتهم من حاله عندنا عملناها بحمزه. اول حاله فرجيك جهاز الاكمو، بسيط صغير مرتب بورتابل، سمول فوت برينت. فكثير تحسنت التكنولوجيا. طبعا غير مش بس الشكل والحجم، المشاكل الرئيسيه اللي كانت تصير بالاكمو الثرومبوسيس، انت عم تحكي عن سيركوليشن طالعه بفورين بودي وكل المشاكل اللي بتصير منها. فهذه برضه التكنولوجيا كثير تغيرت من الكاتيتر للاكسجينيتر لكثير شغلات. بس بيسكلي كسيركت الاكمو نبسطها انك انت بيسكلي عم تاخذ الفينس بلاد، طبعا لازم يكون عندك بامب وفي اوكسجينيتر، يو اوكسجينيت البلد، يو تيك سي او 2 اوت، يو بوت ان اوكسجين، بعدين بترجعه للجسم. فهذه ذا موست بيسك اكمو سيركت. هذه صوره للممبرين للممبرين اوكسجينيتر، وهذا كان يعني بيج ستيب مايل ستون، تحسنت الاكمو الانفنشن اوف ذيز بسموهم هولو فايبرز. فهدول الفايبرز طبعا على مستوى نانو كثير صغار، الدم بمر بيناتهم، والاكسجين اللي انت بتحط له الميديكال جاسز السويب بنسميه سويب جاسز، بمر هون وبصير بعدين بالديفيوجن زيه زي اي شيء ثاني، بصير الاكسجينيشن والسي او 2 ريموفال through this oxygenator، وهذا شيء كثير مهم ومفيد. طيب هاي كمان يعني سمبل سيركت. هلا انت عم تاخذ فينس بلاد، بيسكلي بيكون عندك بامب وشيء هيتر والكانولا طبعا والاكسجينيتر، بعدين بترجع على الجسم. طبعا وين بيرجع هذا بيحدد انواع. هلا في نوعين للاكمو بنسموه فينو فينس وفينو ارتيريال. الفينو فينس انت عم تاخده من الفين بترجعه على الفين، بترجعه على الرايت سايد اوف ذا هارت، هذا يعني بيقوم مكان الرئه فور اوكسجينيشن اذا عندك ريسبيراتوري فيلير. اذا عندك بوث كاردياك فيلير وريسبيراتوري فيلير
بنحط الفينو ارتيريال الفي اي. الفي اي بيسكلي مثلا انت لنحكي بتاخده من الرايت فيمورال بترجعه على الليفت فيمورال ارتري، فانت يو باي باس الهارت بيسكلي، فهذا بيكون في بامب، فهذا بيقوم محل القلب والرئه. هلا طبعا هذا معقد اكثر، في شويه مشاكل على الفي اي اكمو، انه زي ما حكينا الاكمو is not destination, it's a bridge to something else. هلا معظم الكاردياك بيشنتس مثلا عنده هارت فيلير تيرمينال كذا، بده بالاخير اما ترانسبلانتيشن او بده فينتريكولار اسيست ديفايس الفاد، وهدول مشكله ما عندناش احنا هون بالاردن، مش متوفرين. ف مش كثير الفي اي هلا حاليا له امكانيه، بس بالمستقبل. هلا في عندنا الدكتور قيس، دكتور رمزي الكارديولوجي، عم بيحاولوا يدخلوا الفنتريكولار اسيست ديفايس هون، فهذا بيساعدنا اذا بيكون عندنا جهاز اكمو لحاله زي هيك. طيب هاي كمان زي ما حكينا تو تايبس، مثلا بالفينو فينس انت بتاخده مثلا نحكي من الرايت فيمورال فين وبترجعه على الرايت اي جي، بيروح على القلب اوكسجينيتد بلاد. بالفينو ارتيريال انت بتاخذ مثلا من الرايت فيمورال فين بتوديه على الليفت فيمورال ارتري، فبصير زي كانك يور باي باسنج ذا هارت. هذه الدراسات اللي طلعت، صوتي منيح؟ هذول شكلهم عم بضلهم يطفوا. نشتغل من بعلي صوتي شوي، علي صوتي شوي، مسموع؟ تمام، احسن، اريح. فهلا زي ما حكيت لكم عن اول راندومايز كنترول ترايل اللي طلعت ب 79 وفرجت بور سرفايفل، واخذت تقريبا 30 سنه لطلعت كمان راندومايز كنترول ترايل للادلتس. البيدياتريك والنيونيتر كان منيح اكشلي، شغالين ضلوا منيح، بس الادلتس يعني ات توك انتل 2009 السيزر ترايل اللي انعملت بانجلترا وفرجت جود اوتكم، نحكي شوي عليها. والايوليا ستدي برضه هاي 2012 بفرنسا، وفرنسا باي ذا واي هم كثير بايونيرز بالاكمو، من احسن الاماكن. وهلا في كمان شويه ريجستريز على الكوفيد. هذه بس سريعا نحكي عن السيزر ترايل، هذه السرفايفل، فشايفين هدول مرضى الاكمو، هدول راندومايز كنترول ترايل. فالاكمو سرفايفل كان بال 60 70، بينما المرضى البلاسيبو كان اقل، فكان سيجنيفيكانت. ففي عم نحكي عن مورتاليتي بنفيت، وهذا يعني بروفن. وهذه الايوليا ستدي برضه ونفس الشيء، كان في ريلاتيفلي سيجنيفيكانت امبروفل بالسرفايفل. هلا البي فاليو كانت 0.07، بس في اوتكم ثاني كان فيري سيجنيفيكانت. فاوفر اول هاي تعتبر اتس ا بوزيتيف ستدي، وساعدت على انه ينشروا الاكمو. فاذا بنشوف الاكمو يوس، اذا بنطلع على الادلت مثلا، الادلت زي ما حكينا من وقت الدراسه هذيك قعدت فتره طويله almost very minimal use، لحد ما طلعت السيزر ترايل بلش في جمب، وبعدين الايوليا ترايل صار big expansion. يعني هلا الاكمو حوالين العالم كثير عم ننتشر. فبنحكي هاي مثلا هاي مراكز ريجسترد مع الالسو اورجنايزيشن، شوفوا قديش عددها كان بال 2011، نشوف هلا بال 2020 قديش فرق. نحن بالاردن كثير متاخرين، كثير متاخرين، كل دول الخليج، السعوديه، الامارات، وصاروا يعملوا ستاديز وكذا، نحن بالاردن متاخرين كثير، وهذا شيء لازم ينعمل. فزي ما حكينا الاكمو هو بالاخير جسر، اتس ا بريدج، بده يوديك من مكان. ف اما بيكون شيء ريفرسبل، عندك شيء قابل للعلاج بتحط له بتريحه مثلا اي ار دي اس او ما شابه، وبده يكون ريفرسبل، او اذا بريدج تو ديستنيشن ثيرابي زي ترانسبلانتيشن او الفاد في هذه الحالات. فاما اذا المريض مش بتختاروش صح، مريض اوريدي ما فيش عنده اوتكم، الجسر هذا مش راح يوديك محل. ففي مش كل الحالات بتزبط عليها الاكمو. بشكل عام الجايد لاينز هو سمبلي انه سيفير كاردياك اور ريسبيراتوري فيلير نون ريسبونسيف ديسبايت اوبتيمال ثيرابي. طبعا الاكمو بدنا نعرف اتس فيري ليبر انتنسيف، بيحتاج بيرسونيل 24 ساعه، بيرفيوجنست، اتس فيري اكسبنسيف، فمش شيء تو تيك ات لايتلي، بدنا نكون نتاكد انه المريض فعلا بحاجه وراح يستفيد منه. وعشان هيك جزء من الجايد لاينز عم بتكون ريستريكتيف، عشان نتاكد انه هدول المرضى اللي فعلا راح يحتاجوا.
مين الكرايتي، مين المرضى اللي ممكن يحتاجوا؟ لنحكي على الريسبيراتوري فيلير. احد الامثله اللي بحب احكيها انا، رجل اطفاء عمره 40 سنه دخل على عماره يطفي حريق ينقذ ناس، صار عنده سموك انهيليشن شديد، دخل بـ ARDS على فنتليتر، حاطه على كل شيء ومش قادر. هل هذا مريض يونغ هيلثي عنده سنجل اورجان وريفرسبل مش قادر تعالجه على شو اسمه، بتحطه على ايكمو يو تيك اوفر ذا لونجز فتره وهذا زي ريكفر، بيرجع شخص طبيعي بيعيش حياته ولا كانه ماله شيء. بعدين هذه احد الامثله. طبعا اكثر شيء بنشوفه احنا هو الاي ار دي اس ديسبايت اوبتيمال ثيرابي. طبعا ممكن يكون نيمونيا في حالات ستاتس ازماتيكس، يعني مره تكون حاله ازمه تصور تخسر بس عشان مش قادر يو كانت اكسجينيت هيم لانه هي از تايت مش قادر، تحطه على ايكمو بتريحه بيرجع ولا كانه صار شيء بعديها. نيمونيا، كيميكال انهيليشنال انجريز، دراونينج، برونكلاس اوبليترنس، هيموبتيسيس، ديفيوز الفيولر هيموريدج، فاسكولايتيس، يعني عده شغلات. اهم شيء انه يكون شيء ريفرسبل يعني طبعا. وهلا رح نحكي شوي على الكرايتيريا. هلا بالنسبه للكاردياك طبعا الكرايتيريا بشكل عام يكون في هايبوبرفيوجن، هايبوتنشن، ديسبايت اوبتيمال ثيرابي، طبعا كله بده يكون ديسبايت اوبتيمال ثيرابي. هذه التيبيكال كيسز اللي ممكن نشوفها، ام اي، مايوكاردايتس، هارت فيلير، بوست كاردياتومي، بيريبارتيوم كارديومايوباثي. طيب فهلا بدنا نحكي شوي على المحاضره هاي. انا هاي اكشلي كانت المحاضره الاوريجينال اللي اعطيناها عشان نحكي عن الكرايتيريا انه مين المرضى الاليجيبل للاكمو. هلا احنا حطيناها هون بالذات عم نحكي على الفي في اكمو، على الفينس اكمو، عم نحكي على الاي ار دي اس، والناشونال كوميتي الجايد لاينز كانت موستلي فور كوفيد بس هي معظمها سيميلر، فسواء للكوفيد او لاسباب ثانيه اتس ذا سيم. فنبلش بايش الحالات الكونترا انديكيتد، مين المرضى اللي نوت اليجيبل فور اكمو. خلينا نكبر هذا شوي. الايج، الايج شيء كثير مهم. ليش؟ المورتاليتي 100% بتزيد مع زياده الايج. هلا ايش الكوت اوف؟ ما فيش رقم سحري. الاكسبيرينس سنترز بيحطوا عمر اكبر، ممكن ل 70 75. اذا سنتر ان اكسبيرينس ممكن تحاول تبلش بحالات اقل. هلا بالنسبه للكوفيد مثلا بالسعوديه كانوا يحطوا الكرايتيريا لازم يكون less than 55% 55 years بالنسبه للايج. هلا نحن بالاردن حطينا 65 which is average، بس يعني هو it's not an absolute contraindication بس مهم جدا. الشيء الثاني ما يكونش عندنا some chronic organ dysfunction، يعني بدكش يكون عندنا مريض عنده advanced chronic liver disease، advanced pulmonary fibrosis، يعني already عنده مشاكل او outcome اصلا تبعهم مش كثير منيح. كمان ما يكونش عندهم سيفير نيورولوجيكال ديسفانكشن، مثلا مريض الزهايمر، بيد ريدن، ستروك، يعني اصلا الكواليتي اوف لايف تبعته مش منيحه. زي ما حكينا نحن بنحاول نلاقي المريض يكون سنجل اورجان وريفرسبل ويونغ، هذا الاحسن حدا راح يستفيد واتس ورث بوتينج اول ذيز ريسورسز. مالجنسي طبعا بس مش اي مالجنسي، طبعا في كثير مالجنسيز هاي الايام صارت كيورابل وتريتابل وكنترولابل، فعم نحكي عن لايف اكسبكتنسي اقل من 5 سنوات. النقطة هذه المهمة اللي بدي أحكي عليها إنه مين المرضى not eligible. المرضى who did not receive optimal treatment for ARDS، يعني مش معقول أجي أحط مريض على ECMO وأنا مش معالجه أصلاً لل ARDS بالشكل الصح. عشان هيك راح نحكي شوي على علاج المرضى ال ARDS proper management before putting them على الECMO. وطبعا انه عندك مالتي اورجان فيلير بدناك بظبطش يكون عندك مالتي اورجان فيلير انه راح يصير اوتكم سيء. طبعا وي اكسكلود ريفرسبل اكيوت رينال فيلير عشان دكتور بشر ما يزعل. اذا شيء بس ريفرسبل رينال فيلير تعطي شويه فلويد يتحسن، هذا مش مشكله، بس ما يكونش داخل مريض مالتيبل اورجان فيلير او عندهم سيفير سيجنيفيكانت كوموربيديتيز. طبعا مش سمبل هايبرتنشن ودايابيتس اكيد. الاشي الثاني، المرضى ميكانيكلي فنتليتد اكثر من 7 ايام. ليش؟ لانه الاوتكم راح يكون سيء كثير. عشان هيك هدول المرضى لازم نفكر فيهم قبل ما نحطه على الفنتليتر، واول ما نحطه على الفنتليتر نكون مركزين انه امتى صار انديكيتد، ونحاول باسرع وقت نقدر
نحطه على الاكمل، انه الديلي في دراسات وايفيدنس انه الديلي ذا مور يو ديلي الاوتكم راح يسوء، بس الكت اوف 7 ايام لا. مريض بوست سي بي ار اوبسلي بيكون اوتكم سيء، البي ام اي اكثر من 40 هذا كثير مهم، الاوبيسيتي كثير كومبليكيشنز بتكون اعلى، والكانيوليشن وكل شيء بصير اسوء، ف بيكون صعب لوجيستيكلي انك تعالجه. اميون كومبرومايز بيشنتس، مرضى على هاي دوز بريسرز، مرضى عندهم سيفير بيريفيرال فاسكولار ديزيز عشان الكانيوليشن، كل هاي كانيوليشن بدك تحطه اذا عنده سيفير بيريفيرال فاسكولار ديزيز، او اذا عنده كونترا انديكيشن فور انتي كواجيليشن. ليش؟ لانه المريض لازم ينحط على انتي كواجيليشن على الاكمو، الا اتس نوت ان ابسولوت كونترا انديكيشن، بس هذا شيء مهم جدا لانه كل المرضى دي هاف تو بي انتي كواجيليتد. فالانديكيشنز بشكل عام رئيسيين ريفراكتوري هايبوكسيا او هايبركابنيا. ف هلا بشكل عام الاكمو از انديكيتد، نحكي بشكل عام اذا الريسك اوف مورتاليتي بتفكر يو ثينك اباوت، اذا الريسك اوف مورتاليتي اكثر من 50% وان اتس ديفينتلي انديكيتد اذا الريسك اوف مورتاليتي صار اكثر من 80%. طب كيف نعرف 50% 80%؟ البي اف ريشيو هي احسن شيء اللي بتحكي لنا. اذا البي اف ريشيو كان اقل من 150 معناته المورتاليتي راح يكون فوق ال 50%، لما توصل تحت ال 100 وهذا الماجيك نمبر، يعني هون اللي بصير المشكله، بيكون المورتاليتي اوفر 80. ف او اذا عندك سي او 2 ريتنشن، عامل لك اسيدوسيس ديسبايت بلاتو بريشر هاي وديسبايت ادكويت فنتيليشن ميجرز، نحكي عنها سريعا. فهلا طبعا لما يوصل البي اف ريشيو ل 150 قبل ما نفكر بالاكمو لازم نتاكد انه عم نعمل كل الشغلات الصح، اللي هي بروتكتيف لونج فنتيليشن ستراتيجيز، لو تايدل فوليوم نحكي شوي عنه، برون بوزيشنينج هذا شيء كثير مهم، سيديشن بده يكون ويل سيديتد على الاجيتيشن سكور ريتشمنت اسيستور مثلا ماينس 3، نيورو ماسكولار بلوكرز، بعض الحالات ريكروتمنت مانوفرز او دايوريسيس. المهم يعني بدنا نفكر لما توصل بي اف ريشيو قبل 150 بدك تحاول تعالج الشغلات البيسك قبل ما نبلش نفكر نحطه على اكمو. فزي ما حكينا ايش الانديكيشن، مين امتى المريض خلص لازم تحطه على اكمو؟ اذا وصلت البي اف ريشيو اقل من 80 لاكثر من 6 ساعات، او اذا اكثر من اقل من 50 لثلاث ساعات. ف طبعا بس احنا خلينا نحاول نفكر بلاش ما تحفظوا ارقام، لما نوصل بي اف تحت ال 100 بدنا نبلش نفكر بهدول المرضى. عرفت كيف؟ الكرايتيريا كذا بصفي انه اف ذي ميت بيقعد اكثر من 3 ساعات 50% او 6 ساعات 80%. السبب الثاني اللي قلنا ريفراكتوري هايبر كابنيا طبعا عم بيؤدي لاسيدوسيس بي اتش 7. ليس ذان 7.2 اكثر من 6 ساعات، بي سي او 2 60 ديسبايت طبعا اوبتيمال فنتيليشن، حتى الريسبيراتوري اب تو 35 ممكن، وبلاتو بريشر اب تو 32، يعني يو ماكس الفنتليتر سيتنجز وديسبايت ذس عندك ريفراكتوري هايبر كابنيا. فهذا الالجوريثم اكشلي تبع الناشونال اكمو تيم لل بدي نكبره شوي. فهذا مريض انتوبيتد عندك اي ار دي اس سواء كوفيد او غيره، طبعا اي ار دي اس مانجمنت اكوردنج تو ذا ارز نت بروتوكول. مش الالجوريثم بيحكي لك اذا البي اف ريشيو اقل من 150 او السي او 2 هاي عامل لك اسيدوسيس، بدك تتاكد انك عامل له هاي بيب حسب البروتوكول بنحكي فيه، برونينج، نيورو ماسكولار بلوكرز، دايوريسيس، سي ار ار تي اذا احتجت، اذا تحسن ممتاز، اذا ما تحسن ووصلت الكرايتيريا زي ما حكينا بي اف ريشيو اقل من 50 ل 3 ساعات او اقل من 80 ل 6 ساعات او البي اتش واطي هايبركابنيا، نتطلع في كونترا انديكيشن بدك تكمل علاج، ما فيش كونترا انديكيشن بعدين يو بروسيد تو اكمو. فهذا بشكل عام. هلا زي ما شفتوا هون اول شيء لازم اي ار دي اس ارز اي ار دي اس مانجمنت اكوردنج تو ذا ارز نتورك، عشان تقدر تحط مريض على اكمو. هاي مشكله واجهتنا لما كنا يكون عندنا مرضى انه مريض اليجبل لبعض الشغلات بس مش محطوط على بيب صح، مش محطوط على البلاتو والفنتليتر سيتنج صح، مش معمول له برونينج، مش محطوط على نيورو ماسكولار بلوكر. تيجي بتحكي معنا تقول لنا بنحطه اكمو، بقول لك لا ده اول شيء مانج هيم صح قبل ما نقدر نحطه كذا. فعشان هيك بدي احكي شوي سريعا على المانجمنت اوف اي ار دي اس. هذه كيس سريعه، انا شوف كيف انا احاول ما راح اطول عليكم ان شاء الله.
هذه كيس بس هيك بدي فكروا فيها. 55 year old مريض كوفيد عنده اي ار دي اس، وزنه 90 طوله 170، ميكانيكال فنتليتر، سي ام بي 600، ريسبيرتوري 18، بيب 8، اف اي 2 100%، اند انسبيرتوري باس 38، هي الاي بي جيز مناح. فطبعا هلا عندنا الدكتور بلال ما فيش غيره بدنا نستلمه هلا. عندنا الانتنسيفست، وكنت حابب بقيه الدكاتره بس على كل حال ان شاء الله بنسجلها. فهذا شو رايك مثلا فيه؟ ايش هذا منيح؟ الاي بي جيز ممتاز. فنرجع للكيس نحكي بس سريعا عن الاي ار دي اس، ايش بصير بالاي ار دي اس؟ نحكي بس شويه نورمال فيزيولوجي. هلا هاي عندك الالفيولر ساك، الالفيولر سبيس، عندك طبعا هذا فاضي الالفيولاي، عندك انتاكت انترستيشيوم، عندك سيرفاكتنت بمنع الكولابس، عندك انتاكت اندوثيليوم. هذا الاشي الطبيعي بالاي ار دي اس، كل هذا بتخربش، بصير البروتين ريتش اديما بالالفيولر سبيس، الهايلاين السيرفاكتنت بصير عندك هايلاين ممبرين، الانترستيشيوم بصير ديفيشنت، والاندوثيليوم، فبصير كل المشاكل اللي بتصير معنا بالاي ار دي اس. مهم جدا نعرف انه لما نسال حالنا المريض مثلا على الاي ار دي اس من ايش بيموت، وات دو ذي داي فروم، سواء كوفيد او غيره. هلا ممكن يموت فروم ذا اندرلاين ديزيز اتسلف زي كوفيد او غيره، ممكن يموت من كومبليكيشنز بالاي سي يو، صار عنده جي اي بليد، صار عنده نوزوكومين انفكشن، صار عنده بي اي دي في تي. بس الشيء الرئيسي كمان اللي ما احنا ما بنفكر فيه هو الفنتيليشن انديوسد لانج انجري. جزء كبير من المورتاليتي اللي عم بتصير بالمرضى من مس مانجمنت للاي ار دي اس، وهذا اللي بدي احكي عنه شيء سريع. هلا اللي بيصير بالاي ار دي اس، زي ما بتعرفوا معظم الفلويدز اللي بتتكون بالاي ار دي اس باي جرافيتي، الجزء الاكبر راح يكون بالدورسال وبوستيرير اسبيكت من الرئه. والمشكلة انه هذا الدورسال بارت هو اكبر مكان بيصير الاكسجينيشن فيه، معظم الاكسجينيشن بيصير بهذا المكان. فعندك مريض نايم على ظهره فلات ومع الإديمة، كله بيكون المنطقة اللي تحت كلياتها filled with edema with من الـ ARDS. وعندك بس شوية lung بيسموها baby lung، فاللung actually preserved كميتها قليلة. فأنت لما تيجي تعطي فوليوم عالي للبيبي لونج هاي راح تعمل باروتروما وفوليوتروما وبايوتروما ومشاكل، وهذا الاشي عم بيؤدي لوفاة كتير ناس يعني. فبدنا نعرف انه المريض نحطه على فنتيليتر، هذا الطريق محفوف بالمقاطر اللي بيحكوها من باروتروما لفوليوتروما لأتلكتوتروما لبايوتروما. بايوتروما بيسيكلي من الشير فورسز لما تعمل انت اتلكتسيز اوفر اكسبانشن للالفيولاي، هذا بيصير ريليس اوف سايتوكاينز. سايتوكاينز نفس اللي بنعرف بيصير عندنا بالكوفيد كذا، فهي السايتوكاينز راح تعمل لك شيء اسمه بايو تروما، بدخل المريض بمشاكل من هذا الشيء. فمشكله الفنتليتر مهم جدا نعرف انه لها مضار. فهذه اهم جراف لازم نعرفه عشان نعرف نتعامل مع هذا الشيء اللي هو البريشر فوليوم جراف. هذا انا بدي اشبهه هون زي بالون. لما تيجي تمسك بالون تحاول تنفخ فيه بالبدايه، بيكون بالبدايه صعب صح، تنفخ تنفخ مش عم بنفخ لسه بالبدايه، فانت عم تعطي ضغط بريشر كتير بس مش عم بيطلع الفوليوم، لحد ما مره واحده بتلاقي البالون بلش يفتح صح، تصير تنفخ تصير سهل تنفخ بصير ينتفخ اكثر لحد ما يوصل للديستنشن اوفر ديستنشن، بصير عم تنفخ انت بس مش قادر شو اسمه تزيد الفوليوم، وممكن انه يصير ينفجر بالون مثلا. فهذه المشكله هون، هاي بنسميها اللور انفليكشن بوينت والابر انفليكشن بوينت. المرضى عشان تو افويد الباروتروما لازم يكون ابوف اللور انفليكشن بوينت وبلو الابر انفليكشن بوينت بهذه المنطقه عشان نمنع الاتلكتوتروما او الفوليوتروما او الباروتروما. طب كيف بدنا نحاول نوصل لهذا الشيء؟ عن عده شغلات، في اذر انديكيتورز تعطينا فكره عن هذا الشيء. هلا احد الشغلات انه نعطي لو تايدل فوليوم، وبدي احكي عن موضوع اللو تايدل فوليوم. قبل شيء 20 سنه 25 سنه اكشلي هذا بالبرازيل صارت بالتسعينات، صار عندهم ابيديميك لليبتوسبايروسيس، صار عندهم مرضى عندهم هيموبتسيس يدخلوا على الاي سي يو، مرضى عندهم هيموبتسيس بشكل كبير ومش عارفين كيف يعالجوهم. they were trying to find ventilator strategy عشان يخفف البليدنج. فاحد الشغلات حطوا صار يعطوا لو تايدل فوليوم اقل من اللي كنا متعودين عليه، كنا بنعطي 10 to 12 سي سي بير كيلوغرام زمان. ف
فصاروا يشوفوا هدول المرضى عم بيصير الاوتكم تبعهم احسن، ريدنج احسن كذا، وطلعوا دراسه. بعدين عملوا دراسه كبيره طلعت بال 1999، انا بتذكر كنت وقتها سنه ثالثه باطني، وهذه الدراسه غيرت الستاندرد تبعت الكريتيكال كير. كانت اول دراسه من عشرات السنين اللي بتقللنا المورتاليتي بشكل كبير. اشي انترفنشن بسيط، كنا نعطي تايدل فوليوم عالي كنا فاكرين انه صح، اكتشفنا بس اعطي تايدل فوليوم اقل بتقلل المورتاليتي 20 30%. فهذا اشي غير يعني بشكل كبير نظرتنا للامور، فصرنا نحكي على التايدل فوليوم هلا. بس بعد الوقت صرنا نكتشف انه التايدل فوليوم طبعا مش كل المرضى راح يزبط معهم نفس التايدل فوليوم، لانه كل لونج ممكن يكون الكومبلاينس غير، اللونج غير. فاذا بدك تكون ادق في شيء اسمه البلاتو بريشر اللي بيعطيك انديكيشن ادق من التايدل فوليوم انه المريض عنده باروتروما او لا. وبعد هيك كمان اكتشفنا شيء ثاني انه في شيء احسن لسه اللي هو الدرايفنج بريشر اللي راح نحكي عنه. فهدول الشغلات مهمين نطلع عليهم. هذه بشكل عام الارت نتورك، الجايد لاينز، تايدل فوليوم 6 ام ال بريدكتد بودي ويت، بلاتو اقل من 30، البيب حسب البروتوكول. ف بشكل عام هذه الارت نتورك ترايل اللي هي بدايه اللي طلعت اصلا الجايد لاينز. نحن اكشلي كنت بيونيفرسيتي فيرجينيا شاركنا في جزء منها، وبدي احط هذه بسبب رئيس عشان البيب تيبل. هذا شيء برضه بهمنا نعرف، رح نحكي عنه انه كيف بدك تحط البيب، وات از ان ابروبريت بيب. فهذه سلايد بتفرجيك الستيب وايز ابروش للتريتمنت. هلا هذا مرضى انتوبيتد عادي، بتحطه لو تايدل فوليوم زي كل المرضى. هلا اذا صار عندك كونفيرمد اي ار دي اس، زي مت الكرايتيريا، وقتها بدك تتاكد انه تايدل فوليوم مضبوط، بلاتو بريشر اقل من 30، بيب اقل شيء 5، رول اوت هايبركابنيا. هلا صار اسوأ، بي ال بي اف ريشيو صار تحت ال 200، بدك تحطيه هاي ليفل اوف بيب حسب التيبل. صار اسوأ، بي اف ريشيو اقل من 150، بدنا نضيف عليه برون بوزيشننج ونيورو ماسكولر بلوكرز. صار اسوأ، وقتيها بنصير نفكر بالاكمو. فالاكمو هو اتس ذا بينكل اوف كريتيكال كير، هو اخر شيء، بس لازم نعمل كل شيء قبل ما نقدر نحكي المريض شو اسمه. راح احكي سريعا هذا على الايفيدنس بيس بالنسبه للمرضى الاي ار دي اس، اللو تايدل فوليوم درايفنج بريشر. بدي اركز على شغلتين، على البرونينج هذا موضوع كثير مهم وهلا بحكي عنه شوي، وبدنا نركز على النيورو ماسكولار بلوكرز، هذا ديكريسز مورتاليتي بالمرضى الاي ار دي اس. الفلويد كونزرفاتيف فلويد مانجمنت، هدول المرضى لازم يكونوا دراي او على الاقل نيوترال، ما نعطيهم اي في فلويدز. وهذا احد الفنتليتر مودز، الاير واي بريشر ريليس فنتليشن، برضه هذا عليه شويه ستاديز مش بطاله، نحكي عنه سريعا. بس بدي احكي عن اكثر شيء عن الدرايفنج بريشر، وهذول بالذات للدكاتره الاي سي يو هوسبيتال. فزي ما حكينا كنا نحن نطلع التايدل فوليوم اول شيء، بعدين صرنا نشوف انه البلاتو ادق من التايدل فوليوم، وبعدين هذول هذا جروب اماتو. اماتو هم اللي اصلا هم اللي عملوا دراسات الاي ار دي اس واللو تايدل فوليوم، هم مجموعه اماتو بالبرازيل. اجوا دراسه كبيره كانوا عاملين، حللوها بطريقه اخرى وفيري انترستينج. حاولوا يشوفوا انه شافوا مرضى ريتروسبكتيفلي حسب البيب والبلاتو تبعهم. فيعني شافوا المرضى اللي كان عندهم البيب متشابه بس البلاتو كان مختلف. هذا البيب زي ما شايفين، وهذا البلاتو اللي هو هلا. الفرق بين الاثنين هو الدرايفنج بريشر. الدرايفنج بريشر هو البلاتو ماينس بيب، فهذا اللي شايفينه بالنص هو الفرق اللي هو درايفنج بريشر. فهدول مرضى عندك ثبتنا البيب وزدنا تدريجيا البلاتو بريشر، شو صار بالمورتاليتي؟ طبعا هاي المورتاليتي هون عاليه، ريسك اوف مورتاليتي اكثر من واحد، فالمورتاليتي زادت مع زياده البلاتو. زادت المورتاليتي. هلا جابوا مجموعه ثانيه وخلوا البلاتو عالي، بس غير شافوا انه مين كان البيب تبعهم مختلف، بمعنى انه اذا شايفين البيب زاد والبلاتو زاد بس الدرايفنج بريشر صار كونستانت. اوكي، فشافوا انه كيف الاوتكم تبع هذول المرضى، ما تغير الاوتكم ولا زاد ولا قل. طيب هلا المجموعه الاخيره خلوا البلاتو بريشر ثابت وزادوا البيب تدريجيا، فشو صار بالدرايفنج بريشر؟ صار يقل فعليا، صح؟ فشافوا هذول المرضى هاو از ذير اوتكم،
فالاوتكم كان انه المورتاليتي نزلت. هلا شو بدلنا هذا الحكي؟ بدلنا شغلته كمان. كيف ثبت هلا هدول مريض ريتروسبكتيف عندهم داتا بيس من مرضى الكتار، فقسموهم حاولوا يقسموهم حسب كيف كانوا، يعني هم ما كانتش هذه بروسبكتيف، يعني ريتروسبكتيفلي شافوا اللي مرضى اللي كان عندهم البلاتو تبعهم ثابت بس البيب تبعهم تغير كيف كان الاوتكم تبعهم. هذه اتس نوت بروسبكتيف، هذا ريتروسبكتيف، حاولوا يشوفوا المرضى اللي عندنا قسموهم حسب كيف كانوا، يعني جابوا المرضى اللي كانوا اعداد، حتى عليهم اعداد الارقام، عرفت كيف؟ فهذه ريتروسبكتيفلي شافوا المرضى اللي كانوا اوريدي عندنا هاو ديد ذي دو، عرفت علي؟ فمش هذه انه غيروا ثبتوا غيروا هذا، بس عشان توصل النقطه هذه تمام؟ اوكي، فشو بيعني هذا الحكي؟ اللي بيحكي انه هاي بلاتو بريشر از نوت اولويز ريسكي، يعني احنا هون بنشوف انه هاي بلاتو بريشر مورتاليتي، هاي هاي بريشر بلاتو بس ما زاد المورتاليتي. ليش؟ لانه الدرايفنج بريشر ضله ثابت لانه زدنا البيب، وبنفس الوقت الهاي بيب از نوت اولويز بروتكتيف. هاي اثنين هاي بيب بس ما تحسنش الاوتكم. ليش؟ لانه الدرايفنج بريشر، النقطه انه الدرايفنج بريشر هو الشيء اللي كوريليتس موست مع الاوتكم ومورتاليتي. وبنحكي فيها سريعا ليش؟ هلا عندك الانسبيريشن اند انسبيريشن، هذا البيك بريشر بصير اند انسبيراتوري بوز بلاتو، بعدين بصير اكسبيريشن بصير ريليس. هلا البيك بريشر الفرق بين البيك للبلاتو هذا بتاثر من الاير واي ريزيستنس، عندك كينكينج عندك سكريشنز. البلاتو هذا اللي بيعطيك فكره عن الكومبلاينس. ف اذا بن هلا احنا بنعرف الكومبلاينس، ايش تعريف الكومبلاينس بشكل عام؟ هو تشينج ان فوليوم على تشينج ان عفوا تشينج ان بريشر على تشينج ان فوليوم. هلا التشينج بالفوليوم بحالتنا بهذا الكيرف ايش هو؟ هو التايدل فوليوم بالاخير، انت عم بتزيد الفوليوم صح؟ والتشينج بالبريشر ايش هو؟ فعليا هو الدلتا، هو الفرق بين البلاتو والبيك. ف إذا بنشوف هذه المعادلة اللي بنطلع عليها اللي هي الـ compliance equals delta change in volume change in pressure. change in volume اتفقنا هي هذا الـ volume، change in pressure هو اتفقنا الـ driving pressure أو change in pressure من البلاتو للبيك. فإذا بنغير أماكن الـ driving pressure والـ compliance شو بيطلع لك؟ بيطلع لك الـ driving pressure equals tidal volume على الـ respiratory system compliance. فليش ليش الدرايفنج بريشر منيح؟ لانك انت عم يور ادجستنج التايدل فوليوم اكوردنج تو ذا كومبلاينس. يعني يمكن عندك انت مريضين تعطي هذا 6 سي سي بير كيلوغرام والتنين تعطيهم 6 سي سي، بس هذا الكومبلاينس تبعه غير عن هذا، عرفت كيف؟ هلا بشكل عام اذا بتعطي لو تايدل فوليوم راح تحسن، راح تقلل نسبه انك الفوليوم الفوليو تروما والبارو تروما، بس مش اكيد لانه بيختلف من شخص لاخر. عشان هيك البلاتو ادق والدرايفنج بريشر بيعطيك ادق. الدرايفنج بريشر هي ايش؟ زي ما حكيت لك انت يور ادجستنج التايدل فوليوم اكوردنج تو ذا كومبلاينس. عشان هيك الدرايفنج بريشر هو ادق شيء نحن لازم نطلع عليه، ودراسات اثبتت انه اف يو درو الدرايفنج بريشر على المورتاليتي بتزيد لينيري، والرقم الماجيك نمبر حوالي 15 نو مور ذان 17، يعني نحط 7 اري بس اذا 15 واقل فهذا الرقم انت بكون مريض تشوفه يكون كل شيء ممتاز قدامك. اذا الدرايفنج بريشر عالي اعرف هذا المريض عنده هاي تشانس اوف كومبليكيشنز. سريعا نحكي عن البرون بوزيشننج. على فكره قبل 3 اشهر حكيت مع عبد الرحمن اللي هو الهيد اوف اور ريسبيراتوري ثيرابيست، قلت له لازم نحن يكون عندنا بروننج بروتوكول، وهذا تغلبنا حتى بمستشفيات ثانيه لما بنحط مرضى على الاكمو. يا جماعه البروننج ستاندرد اوف كير، ات ريدوسز مورتاليتي، وما في اي سبب انه ما نعمله. هو اتس نوت كونفينينت شوي ولوجيستكس وصعب وكذا، بس ات سيفز لايفز، يعني هذا جايد لاينز. ولازم عفوا لازم يكون عندنا بروتوكول ونستخدمه. سريعا هذا مريض زي ما شايفينه هذا سوباين عادي، شايف معظم الفلويدز بيكون بالدورسال بوستيرير اسبيكت. هذا مريض بروند، هي الفيرتيبرال كولم صار هون، شوف كيف تحسن كل الاكسجينيشن بالمنطقه هذه، وهذه المنطقه اللي هي معظم الاكسجينيشن بتصير. فالمرضى ايش بيصير عندك؟ اي ار دي اس.
لما يكون نايمين الدورسال بارت بيكون كولابس من البريشر، والفنترال بارت راح يكون اوفر ديستندد لان كل الفوليوم عم تعطيه عم بيطلع على السمول البيبي لونج اللي فوق ومش تحت. فلما when you prone them انت بتعمل بالانس، اللي بخف الكولابس للدورسال وبصير يعني بصير اكوليبريا، بصير بالانس بين الاثنين. ف it truly helps و it improves mortality. هذه صور من امريكا كيف طبعا هذه in the era of covid وكل الانفكشن كنترول ميجرز، وهي بدها يعني شيء 5 6 7 اشخاص، يعني مش شغله سهله ولازم نكون متدربين مرتبين حالنا عليها قبل ان نشيل لك حاله، بس هذا ستاندرد اوف كير. طيب الشيء الثاني سريعا راح احكي عن ريكروتمنت مانوفرز، بس راح افشي عليه بسرعه لانه معظم الدراسات فرجت انه ما بتفيد. وفي دراسات حتى هذول في ميجرز كانوا يسموهم الستيب وايز الريكروت مانوفرز، انك بيسكلي بتعطي هاي بريشر باللونجز لفتره وبتحاول تنزل. الستديز ايكويفيكال، في دراسات فرجت ورس اوت كوم ومش عم نسويها بيسكلي، فانسوا موضوع الريكروتمنت مانوفرز. بس النيورو ماسكولار بلوكرز اجين ستاندرد اوف كير، بيحسن المورتاليتي بشكل اكيد، بخفف البايو تروما، بحسن الديسينكروني، بخفف الاتلكتو تروما والبوليو تروما والبايو تروما. ف برضه هذا إشي مهم. هلا لكل حدا بنحط نيورو ماسكولار بلوكر؟ لا طبعا. مين ممكن نحطه؟ هلا لما بيصير تحت ال 150 بي اف ريشيو بدك تصير تفكر بالبرون بوزيشننج والنيورو ماسكولار بلوكرز. فاذا البي اف ريشيو اقل اكثر من 150 بشكل عام ما تحطه بيورلي بس عشان هذا الشغل، بس اذا البي اف ريشيو اقل يس دو سيديت ذم اند بارالايز ذم. وبشكل عام نحب يكون الريتشمنت اجيتيشن سكور اراوند ماينس 3، بيكون مريض سيديتد منيح عشان ما يخفف الديسينكروني. هدول شغلتين راح احكي عنهم سريعا. مودز اوف فنتيليشن اللي هي بريشر ريجوليتد فوليوم كنترول، اكيد الشباب بيعرفوا عنها. اتس ا فوليوم مود، بس ممكن له محاسن انه بيعمل لك ليميت للبريشر، بس له مساوئ ايضا، ممكن يعمل لك اوتو بيب ومشاكل ثانيه. وهذا عليه دراسات اكثر اللي هو ايروي بريشر ريليس فنتيليشن. هذا بيسكلي هو شوي مختلف عن اللي احنا متعودين عليه. هو هذا عباره عن سي باب، هو زي كانه سي باب، سي باب اول ذا واي، بعدين عندك انفرس ريشيو، بيجي لك فتره بس ريليس عشان تعمل اكسبيريشن بعدين بتكمل. يو كان بريذ اون توب اوف ات، مختلف عن اللي احنا متعودين عليه، لانك ما بتحط هذا الفوليوم ريسبيراتوري ريت، بتحط تي هاي وتي لو وبريشر هاي وبريشر لو. يعني الموضوع شوي معقد، بس هاي احد الشغلات اللي عليها دراسات منيحه. فنرجع للكيس هذه وراح امشي عليها بسرعه عشان ما نطول. فهذه الكيس اللي شفناها، هلا ممكن تطلع تشوف كل شيء تمام، اي بي جي منيح، بي بي منيح وكذا، وهذا شو ما بدي اياك تدخل، بديش احطك اندر سبوت، بس انا بدي اياك نفكر. يعني الواحد هيك نقعد شوي نفكر. هلا ممكن تطلع فيها عده شغلات مشاكل هذه، يعني شو في شيء منيح غلط بتغير شيء، شو بتقترح مثلا في شيء شايفه؟ تايدل فوليوم، شو رايك تايدل فوليوم؟ عالي. قديش لازم يكون؟ قديش لازم يكون؟ 90. يعني دي ار دي اس حكينا 6، يعني بنحسب 6 ب 9 يعني 450 540. طيب هي احد الشغلات. هلا احنا بنحكي بريدكتد بودي ويت، ورح نحدد خصوصي هاي عشان نخربش. احنا عاده ندور نحط ال 6 ام ال بير كيلوغرام، هلا هذا المريض وزنه 90، بس نحن بناخذ بريدكتد بودي ويت. بريدكتد بودي ويت له علاقه بالطول، فهذا البريدكتد بودي ويت له اكشلي 70. فالسته بدها تكون 6 ب 70 420، ف اتس ان بريدكتد بودي ويت مش هذا، هي شغله. فمثلا فهذه شو اسمه، فعندك تايدل فوليوم عالي. ايش كمان؟ بيب لو، البيب ل اف اي 2 90 از فيري لو. ايش كمان؟ الاند انسبيراتوري بوز، ايش هو الاند انسبيراتوري بوز؟ هو بلاتو بريشر، بلاتو بريشر عالي. ايش كمان؟ الدرايفنج بريشر، ايش الدرايفنج بريشر؟ 38 اللي هو البلاتو ماينس بيب ايكوالز 30. ف غلط، هذه هذا المريض هي ويل ديتيريوريت يعني بالاخير اذا هذا. فطيب جينا غيرنا، حطينا نزلنا تايدل فوليوم 6 ل 70 420 تمام. لا لسه ما غيرنا شيء، بس غيرناها. بس جيت تعمل اي بي جي، شوف شو صار، صار اسيدوتك المريض، طلع البي اتش صار اسيدوتك. ليش؟
لانك نزلت التايدل فوليوم، نزلت البنت فنتليشن من غير ما تغير شيء ثاني. طب ايش في كمان لسه ضل؟ ضل كمان عندنا البيب هاي والدرايفنج بريشر لساته عالي. فشو بدنا نسوي؟ نرفع الريسبيراتوري ريت عشان نعوض الفنتليشن، صح؟ فرفعنا الريسبيراتوري ريت، صار هذه الفنتليتر نفسها، رفعنا الريسبيراتوري ريت صار 22، تحسن الاي بي جيز وحتى البلاتو تحسن. طيب شو كمان بدنا نسوي؟ شو كمان في مشكله؟ لسه البيب واطي، البيب واطي. سوري هذا معلق. اوكي. والدرايفنج بريشر برضه لساته عالي. هلا تحسن، سوري تحسن بس لساته عالي الدرايفنج بريشر. ف احنا الدرايفنج بريشر لازم نوصل للايديال، يعني ممكن تبي اكسبتد؟ لا مورتاليتي عالية، هذا اللي بحكي لك، مورتاليتي عالية 15 ماكسيموم 17، وهذا ما بنحسبه احنا، بس هذا هو اهم رقم لازم نطلع عليه. ما هيني جاي لك، جاي لك بالمثل. طيب هلا بدنا نظبط البيب، كيف بدنا نظبط البيب؟ من عندنا؟ لا، في بيب تيبلز، هذا من الارز نتورك، هذول بروتوكول جايد لاينز، حتى كنت بدي احطهم عندنا بالريسبيراتوري ثيرابي يصير قدامك تطلع. فلما يصير عندك مريض 98 ما بكفي تحطه 8 و9، نحن وي اندر يوز بيب، ضل بده 14 و16 على الاقل، وبتطلع 18 و20، نحن ما مش متعودين على هاي الارقام، بس هذه الارقام اللي بس الباروتروما من البيب العالي مش. لا الباروتروما ما بتصير من البيب، الباروتروما بتصير من الدرايفنج بريشر. ايش هو الدرايفنج بريشر؟ الدرايفنج بريشر هو اللي الرئه الالفيولاي بتشوفه، هي بتشوف الدرايفنج بريشر اللي هو الفرق بين الهاي البلاتو والبيب، هذا التشينج هذا هو الرئه عم بتشوفه مش بالضروره البيب. هلا طبعا بالاخير اذا تحط بيب كثير ممكن يصير نيوموثوراك، ممكن يصير هابت، بس نحن وي اوفر استيميت. نحن تلاقي المريض بحطوه على بيب 3، بتلاقي مريض او بيب 0، قال ايه مريض هايبوتنسيف بحطه بيب 0، ما فيش شيء اقل من 5، ما بحط اقل من 5 تحت اي ظرف، ما بحط اقل من 5. وبهدول الحالات لا بدك هاي بيب، حتى لسه هذا ريلاتيفلي لو بيب، لسه في تو تيبلز يعني، بس يعني بدك 14 16. لا ما هذا اللي بحكي لك اياه، عم بحكي لك اياه انه مش، فرفعنا البيب ل 16 اوكي. بس شو صار؟ البلاتو بريشر زاد. ليش؟ هلا شغله شوي معقد مش احكي فيها، بس البيب راح يساعدك لفتره، مع السلامه مع السلامه، بس بعد هيك راح يصير اوفر ديستنشن وراح يصير يرفع لك الدرايفنج بريشر. فمش يعني لحد معين بفيدك البيب، بعدين لما توصل على الاوفر ديستنشن ببطل يفيدك البيب، كل ما تزيد البيب راح يزيد لك الدرايفنج بريشر بشكل عام يعني. فزدنا البيب زاد البلاتو بريشر وزاد الدرايفنج بريشر كمان. فشو بنسوي؟ بدنا ننزل التايدل فوليوم كمان، هلا هو 4 تو 6 ننزل لل 4 اوكي. فنزلنا ل 280، طبعا احنا مش متعودين نفكر بهيك ارقام، بس this is what needs to be done، هذا شيء صح. ننزل ل 280 اللي هو 4 ml per kilogram شو اسمه، وزدنا الريت ل 28 عشان نعوض، تمام. بيب رفعناه 16، قديش البلاتو صار 30، قديش الدرايفنج بريشر 30 ماينس 16 صار 14 اوكي. هل خلصنا؟ ما خلصنا. شو عندنا مشكلة صار؟ زدنا الريت كثير، ريسبيراتوري ريت كثير، بطل عنده تايم تو اكزيل، طلع هذه الفلو، طلع هذا دم، طلع عليها على الفنتليتر، شوفها اللي هو الفلو. هي انسبيريشن اكسبيريشن، زدت الريت لدرجة بطل عندك وقت تو finish the expiration، راح يصير عندك air trapping و dynamic hyperinflation و hypotension. فعندك أكثر من شيء بتقدر تسوي، تقدر تنزل respiratory rate، تقدر تنزل tidal volume، أو تقدر تنزل inspiratory time. أوكي؟ إنك بتزيد expiratory time، فهاي نزلناها من 1.5 ل 1.3. أوكي؟ صار عندك وقت، صار emptied، خلص اللي هون. نفس الوقت هلا وي اتشيف ذا جايد لاينز، التايدل فوليوم، البيب، البلاتو والدرايفنج بريشر. اوكي. مش بس هيك، افرض عملت كل هدول وما قدرت برضه، ضل مريض هايبوكسيميك وصار عندك CO2، يعني ما
شو اسمه وقتها بتقبل بالهاير سي او 2 شيء بسموه بيرميسيف هايبر كابنيا، بترضى بالسي او 2، واذا مريض اسيتوتيك بتعطيه بايكربونات تو جيت البي اتش ابوف 7.2. يعني هذه بالاكستريم كيسز، حاولت كل هذا الماكس وكذا، حاولت اعطيه اقل تايدل فوليوم وفوليوم وبلاتو، بس صفى السي او 2 عالي، وقتها ممكن تسوي هذا الشيء. فاخر سلايد ملخص للجايد لاينز للبروتكتيف لانج فنتيليشن، حكينا تايدل فول لو تايدل فوليوم، ايديال بودي ويت، بلاتو بريشر اقل من 30، درايفنج بريشر اقل من 15، بيب اكوردنج تو ذا ارز نتورك تيبل، ريستريكتيف فلويد ثيرابي، برون بوزيشننج، نيورومسكولار بلوكرز. يعني دول بشكل عام. الشيء الثاني كمان يعني بنحاول ما نخسر البيب، تعرف انت يعني بنحاول نوت تو ديسكونكت حتى الفنتيليتر، لانه اذا بيو ديسكونكتد يو لوز البيب، بصير عندك بده ياخذ فتره تو ريكروت. فاحد الشغلات اما يوز ان لاين سكشن، او بتقدر تربط يو كلامب الاي تي تيوب، بتفك بتسوي بدك اياه، بترجعه انه ما تخسر هذا البوزيتيف بريشر شو اسمه. وبس ف يعني هاي الشغلات حبيت احكيها. عندكم اسئله بليز. ثانك يو، الله يخليكم، الله يخليكم. فبس يعني حبيت انا انه تو ريز اويرنس، نشوف مين المرضى اللي نفكر فيهم، بالذات التلخيص. احنا عندنا في في اكمو ريسبيراتوري اكثر، لما يكون البي اف ريشيو واطيه، اي ار دي اس وشيء ريفرسبل، مش متاكدين كذا احكونا. احنا فكره يعني كثير في حالات عم نشوف باللجنه الوطنيه، غير هون الدكتور امجد بنناقش حالات، اي حاله كذا انه هل كودت كواليفاي للناشونال كوميتي تحت يكون كذا. فهي الشغلات اللي بنفكر فيها، هيك بنفكر مين المريض اليجبل مين لا. الشيء الثاني انه نحاول نرتب، وهذا اللي عم نحاول، انه يكون عندنا تيم نرتب كل هالامور اللوجستيه، لانه مره واحده ممكن يجيك كيس اكمو. على فكره ممكن احنا نظريا ممكن بكره نجيب كيس اكمو عشان تكونوا بالصوره، اما عن طريق اللجنه الوطنيه اذا وافقت واذا اليجبل، او في اجهزه برايفت تقدر تستاجر وتعمل وكذا. ف اتس دوبل، فبس بدل ما تصير الامور عشوائيه وهاف هازارد يلا كذا هذا، لا بدنا تيم. والتيم هذا عاده بتكون، على فكره ما حكيت عنه ايش بتكون، بتكون من حدا يحط الكانيولا، عاده بيكون ثوراسيك سيرجن، دكتور امجد هو بحط لنا الكانيولاز، في كارديولوجيست تريند ممكن يعمله، في انتنسيفست تريند ممكن يعمله، في انترفنشنال راديولوجيست، بس عاده انا بفضل يكون كارديو ثوراسيك سيرجن. بدك بيرفيوجنست، وهذا الشيء ممكن مش احنا مش كثير نتعامل معهم، هم بيعرفوهم بال باي باس سيرجري والكذا، بالنسبه لهم عندنا معاويه وفي مجموعه ناس، بس هذا بده بيرفيوجنست 24 اورز بيد سايد، فايتس فيري ليبر انتنسيف، وبتقدرش تجيب واحد بيرفيوجنست، بدك تجيب اكثر من واحد، فبدك تيم. وإتس يعني إتس وبدك intensivist، وبدك ICU nurse، وبدك respiratory therapist، وبدك cardiologist، هدول الكور طبعا، غير بدك بدك center يكون عندك infection disease consult تقدر تطلب إذا محتاج hematology oncology، يعني بدك شغلات، بس هدول الكور اللي هو cardiothoracic surgeon، perfusionist، intensivist، pulmonologist، ICU hospitalist، ICU nurse، وال respiratory therapist. فهدول يعني بدنا نحاول نرتب تيم ونبلش كل واحد طبعا، وبدنا المكان والإكويبمنتس وكتير شغلات هذه مرينا فيها، وشفنا ايش الجايد لاينز وايش كذا. وانا حابب كتير نتعاون مع اللجنة الوطنية كمان، لانه نحن كلياتنا قلال، نحن كلياتنا قطاع خاص وعام، كلياتنا اكم من واحد، اكم بيرفيوجنست عندنا اصلا بالاردن، اكم حدا. ف انه نحاول يكون تريننج مع بعض، نشتغل مع بعض، نغطي على بعض، نعمل كورسز مع بعض، عرف كيف، انه اشي يكون ديديكيتد للاكمو. الموضوع مش سهل، انا بحكي لكم انا يعني بلشت كتير تفوكس عليه من شهر 10 السنه الماضيه، وكتير قد ما اقول لك قرات وحضرت وكذا، ودكتور امجد ومحاضرات وكورسز وهذا، ولساتنا سكراتشينج ذا سيرفيس، لسه بده يتعلم كتير الواحد، it's a learning experience. بس هذا موجود يعني كل ال big centers عم بيصير، it's growing ولازم يصير يعني. وهذا أنا بعتقد يعني إذا بنقدر نعمله هون مثلا كذا، حيميز المستشفى
بيساعدنا اذا عندنا كارديو فاسكولار سيستم، يعني من كل النواحي انا اتس ورث جامبينج انتو ات، بالذات للصغار، بالذات للجيل الصغار، الشباب الصغار اللي حاب لسه يتعلم، والدكاتره اللي خلصوا جداد، لانه من هون لخمس سنين 10 سنين راح يصير كثير، راح يصير في حاجه، وقليل جدا الناس اللي عندهم اكسبيرينس. فعشان هيك بدنا انه نشتغل مع بعض، لما تيجي كيس الكل ندرسها مع بعض، نتعلم مع بعض ونكبر مع بعض basically.